يسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم إلى كل من شاركنا هذه الاحتفال اليوم بيوم الوطني لدولة قطر، أن أقدم لهم الشكر والتقدير. لقد رأيت يعني الحقيقة التواجد المغربي الرسمي والشعبي ومن كل فئات المجتمع المغربي، حقيقة هذا يدل على أن العلاقة القطرية المغربية علاقات متميزة. بادلوني بالتهاني ثم قالوا نهنئك ونهنئ أنفسنا، هذه الحافل هذا اليوم هو احتفال للمغرب كذلك، وهذا يدل على أن العلاقات القطرية المغربية علاقات متميزة، يعني أسس لها بكل أمانة منذ زمن بعيد صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ثم استمر أبنائهما صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وصاحب السمو الشيخ تيمان بن حمد أطال الله في عمره في الاستمرار في تنمية والمزيد من التوطيد في هذه العلاقة على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي. علاقة اليوم قطر والمملكة المغربية علاقات متميزة، علاقة الشعبين علاقة متميزة. يعني الحقيقة لو بتكلم عن ما يربط المغرب وقطر يعني يحتاج إلى يمكن ساعات وليس دقائق. يعني انظروا إلى القاعة، يعني الحقيقة والله أنا حتى ما أقول أني قد ما فرحت بس خجلت لأنه القاعة صغيرة، جاءوا ناس والله ما توقعنا الحضور، ولكن كل جاء مع أنه يعني اللي جاء من مراكش واللي جاء من كازا واللي جاء من طنجة، فشكرا لهم من كل القلب. يعني صراحة أشعروني بأني في قطر، ولم يعني لم أشعر يوم من الأيام بأني في بلد غريب، لا من العلاقات الودية التي أحظى بها ولا من صراحة من جيت أنا صار لي 5 سنوات ونص ألقى الدعم يعني من كل المسؤولين، حتى أني وجدت أن المهمة عندي مهمة بسيطة برغم أن عندي كان علي تحدي أن أرقى بهذه العلاقات وأن أحافظ عليها كما خطط لها حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم وأخيه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. لكن الحمد لله رب العالمين العلاقات في أفضل ما يرام، علاقات متميزة فيها احترام متبادل، أقدر أقول تكون نموذج للعلاقات بين أي دولة عربية ودولة عربية. نحترم بعض، نقدر بعض، لكن حتى لو كان اختلافات النظر مثلا نحترم، هم يحترمون وجهة نظرنا نحترم وجهة النظر، والعلاقات ماشية ومتطورة. لا يعني أن هناك مشكلة، ليت يعني مع الأسف نحن اليوم اختلفنا مع ذي صارت هناك يعني لا داعي لتحدث عنها، ولكن العلاقات القطرية المغربية علاقات نموذجية نتمنى أن يؤخذ بها كنموذج في العلاقات بين الدول العربية، حتى تكون علاقاتنا العربية علاقات متميزة هذه العلاقات. وتمنياتي لصاحب الجلالة بطولة العمر والصحة، وأن ينعم المغرب تحت قيادته الحكيمة والشعب المغربي بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان. وبالتأكيد أدعو من خلال قناتكم رجال الأعمال المغاربة ورجال الأعمال القطريين أن يأتوا إلى قطر وأن يأتوا إلى المغرب. المغرب بلد واعد فيه كل السبل لأي مستثمر، وأنا أقولها النجاح 100%، لن يكون خاسرا إذا استثمر في المغرب. هناك بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار، أمن وأمان ولله الحمد، الله يديمها يا رب العالمين. وهناك قوانين يعني يستطيع المستثمر أن يأتي بأمواله ويخرجها اليوم الثاني دون أي مشاكل. هذه هي القوانين التي رسختها الحكومة ورسخها بتوجيهات من صاحب الجلالة، هي التي جعلت المغرب اليوم حتى مؤتمرات دولية. يعني أنا أمس كنا في مؤتمر الهجرة الدولية، قبلها بعام أو عامين كنا في الكوب ديال البيئة. لو المغرب يستقبل عشرات الآلاف في هذه المؤتمرات، لو كان مش بلد عنده الإمكانيات في هذه في احتضان هذه المؤتمرات والفعاليات ما قبلت الدول.
أمن وأمان واستقرار وموقع استراتيجي في داخل يعني قارة الأفريقية وعلى نصف ساعة من أوروبا. ولله الحمد يعني علاقة متميزة، نشكر الله عز وجل بأني أنا الآن أعمل في المغرب، الدولة العربية الوحيدة اللي أخذت فيها المغرب، ولله الحمد وجدت نفسي في بلدي الثاني. الله يعني لا أقول له مزيدا إن شاء الله من التقدم والازدهار وطولة العمر لصاحب الجلالة. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.